أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كانوا يعلموننا في بعض المدارس المنطق ويقولون إنه هو التفكير العلمي، فهل هذا صحيح أنه تفكير علمي، أم الصواب أن يقال تفكير عقلي بعيدا عن العلم الصحيح؟ سمعتم الكلام في هذا، اللي تعلم المنطق من أجل أن يعرف ما فيه من الباطل وما فيه من الغاية الحيرة والاضطراب، ومن أجل أن يرد عليهم لا بأس يتعلمه، أما اللي تعلمه تقدير الله ومحبة الله لا، ما يجوز للمسلم هذا، تعلم الكتاب والسنة. نعم.